من المرات وكلكم تعرفون بهذا الشيء، من رحت السفرة مالت لمصر التقيت بالفنان الكبير رحمة الله على روحه فاروق الفيشاوي، قال أبو شاهين أنت مو ملك نفسك، أنت ملك الجمهور. إحنا اليوم الجمهور شي يريد من عندك لازم أنت أولاً ما تصعد ويا نساء جولات، ممنوع فقط بالجيست الصغير. عدنا مبادئنا، عدنا كلماتنا، محتوانا لردع المخالف وزجر غيره، ونحكي القصص اللي تسر الصديق وتغيظ العدا لغرض بسمة المواطن العراقي البسيط. الأغاني اللي نسمعها كلها حزن، والكلام اللي نحكيه كله فرح. لايفات ممنوع تنفتح بالنهار، اللايف مالتنا تواجد بالجروب بالليل، يتواجد الجروب بالليل اللايف ينفتح، كل من عنده قصة، كل من عنده موقف، كل من عنده شيء قدام اللايف يسولفه قدام هاي العالم. لأن احنا كل احنا اليوم أبو شاهين واحد، ألا وهو أخوكم الصغير أبو شاهين واحد، أبو شاهين اثنين حسن، أبو شاهين ثلاثة، أبو شاهين أربعة اللي هو صديقنا وأخونا الصغير واللي أنا معتبره مثل ابني. الله ما رحمه. والنعم والنعم والنعم. رواتب راح تتوزع لكم هاي قدام العالم، ايش يطلع لك نسبة دعم على راسي. قد ما يطلع لك نسبة دعم حلال عليك، بالعافية عليك، لأن هذا حقك. أنت اليوم فاتح لايف لرسمة البسمة على المواطن البسيط. أنت قاعد تسوي شيء، وإحنا أكو شغلة أنت ما تعرفون بيها طبعا من خلال هذا اللايف، هم هذا تنويه لكم وللجميع. أكو ثلاث مدارس، استراليا، كندا، السويد، مدارس مال حالات نفسية، تواصلوا وياي مدراء المدارس، قال قاعد نطلع يومية بس من لايف شاهين واحد اللي أنا أخوكم وبكل تواضع إن شاء الله وأخو الموجودين، 21 وجبة ب21 يوم، اللي هو 3 سنين يلا يطلع من المدرسة هذه لأن نفسيته تعبانة بسبب الجو. فأنت تخليه ببالك، أنت أكو عالم جت تابعك نفسيتها ترتاح. أنت حاليا مثل ما قال الفنان الكبير رحمة الله على روحه من خلال هذا اللايف فاروق الفيشاوي، قال احنا مو ملك نفسنا يا شباب، احنا ملك الجمهور، احنا ملك العالم. احنا اليوم نسولف سوالف وضحك شباب الكينج، كاظم الجبوري، ايدان، الموجودين باللايف. اش قد ما يشوف لايفك ناجح، اش قد ما تجيك يعني كراميات ورواتب، زائدا الرواتب اللي انا من عندي اخصصها بدون مني اخويته. زائدا اكو فقرة ضحكني، اللي ابو يوسف، اخونا ابو يوسف من الامارات، خالد قراج، كل الموجودين الداعمين، واللي كبس واللي يشير وكل الموجودين. وشعارنا كان اكو شاهين واقف على الحائط، انضرب كسريه بجنحه، راح يطلع 18 شاهين خلف الكواليس ومحضريها. المن ذول؟ المن محضريهم؟ احنا محضريهم لرد الحق ولجم الباطل، لردع المخالف وزجر غيره. حاضريهم لردع المخالف وزجر، لردع المخالف وزجر غيره. يا شباب كلكم نفس الحركة، المن حاضريهم؟ لردع المخالف، لردع المخالف وزجر غيره. يا أبطال يا شباب، يلا لردع المخالف وزجر غيره. العالم تعرف شنو جاي يسولف شاهين. شاهين واحد اثنين أربعة كتم، شاهين ثلاثة كم. نعم فمهم كانت أكو مرة بكي